موعد مباراة ليفربول وشالكا الألماني، النهارده ليفربول هيلعب مع شالكا الألماني الساعة 8 بتوقيت مصر والساعة 9 بتوقيت السعودية على ملعب انفريد، وكان ليفربول خسر الماتش اللي فات من مانشستر سيتي 5-4 بضربات الجزاء، وبيستعد للموسم الجديد بالمباراة الودية، وبيلعب النهارده مع شالكا الألماني، والمباراة تذاع على قناة بين سبورت 1، والفريقين داخلين النهارده متحمسين. ايا كان ليفربول او شالكا، ليفربول النهارده هينزل التغييرات الجديده اللي هو جايبها، وهيشارك الحارس الجديد اللي لسه شاريه، وكذلك برضه شالكا يجرب الصفقات الجديده اللي هو لسه جايبها استعدادا للموسم الجديد 2019-2020. وكان ليفربول حصل على اللقب السادس بعد غياب طويل في موسم 2018-2019، بعد غياب طويل لكن بدا فيه تحسنات في ليفربول، وبدا فيه صفقات ومدرب جديد، وبقى عنده خط هجوم بيتنافس عليه دلوقتي افضل لاعب في العالم وهو محمد صلاح، بالاضافه ان شالكا الالماني بيشارك عنده برضه مجموعه من اللعيبه الجديده اللي هو لسه شاريها، وبيستعد عشان خاطر يفرح جمهوره، عشان خاطر بينافس على الموسم السنه دي في 2019-2020 انه يؤهل نفسه اللي هو يبقى لقب الدوري. وهيتلعب الماتش النهارده 6/8/2019 الساعه 8 بتوقيت مصر والساعه 9 بتوقيت السعوديه. وهيبدأ الاستوديو التحليلي الساعة 7 الا ربع، ويكون الماتش على ملعب انفريد.